السيزون الجديد ابتدى واحنا عمالين بنجرب اسلحه جديده بصراحه عشان نشوف اذا كانت هتنفع معانا في ريسيرجن ولا لا يعني. فمن ضمن الاسلحه سلاح الكرونيون. السلاح دوت ممكن تلعب بيه في المسافات اللي هي الطويله، بس هو بيعمل ريكويل شويه في المسافات الطويله، بس في نفس الوقت انت تقدر تسيطر عليه. دي الاتاتشمنت اللي موجوده عليه بالتوننج بتاعها، تقدر تجربها زي ما انت عايز. والسكوب دوت يعتبر حراري فتقدر تشوف الناس في الدخان. تقدر تلعب جنبيه بايه؟ ممكن تجرب الايزو 45 دي بالدايه، انا كده كنت عاملها، تعتبر لطيفه شغاله يعني في المسافات القصيره يعتبر حلو. فجربوه كده وقولوا لي ايه النظام. ممكن تشيل الستوك وتحط بداله سكوب لو انت حابب، عشان في اوقات في المسافات اللي هي القصيره وفي مكان مقفول هتلاقي السلاح بيعمل دخان، فخلي بالك من المنطقه دي. لو لقيت السلاح بيعمل كده شيل الستوك وحط بداله اي سكوب بيريحك يعني. فدخلنا جربناها انا وبص في اشيكا، عايز اقول لكم الموضوع كان كوميدي جدا يعني، وكمان بص اتعمل له ديسكونكت في نص الجيم، كانت حاجه لطيفه يعني. فمش هقول لكم ايه اللي حصل بالظبط، انا هسيبكم ان انتوا تستكشفوا ايه اللي حصل في بقيه الجيم يعني. وعامه لو الفيديو عجبك وحابب ان انت تشوف فيديوهات ثانيه من نورزون يعني، يا ريت لايك الفيديو وسبسكرايب. مش هتعرف اكتر من كده، انا هسيبكم ان انتوا تستمتعوا بالفيديو. هتنزل عليها فعلا ولا ايه؟ غالبا هيبقى فيها ناس كتير بس. يلا يا ولاد. ايه ده، زميلنا خد البتاع، زميلنا خد البتاع وفجر الواد، زميلنا خد البتاع وفجر الواد، متهور ومجنون ولعوب. وده يا عيني ال في حد معانا طيب ولا ايه ده؟ هو بس دوشه وخلاص؟ ايه ده، على ايه؟ في ايه؟ اصل انا كنت فاكر ان في ناس تانيه جايه معانا اكتر من كده. انا شفت ده ممكن يكون هم هربوا. ده جه كان جاي معانا تقريبا، انا شفت اللي هو هاي شباب ده. ايه ده، انتوا جايين؟ انا جاي استريدي معاكم. ممكن اشترك معاكم؟ عارف ماما بتسلم عليكم بتقول لكم لعبوني معاكم. يا اليسون. يا عيني ده هو رجع تاني اف كي. عجبك انت المروحه دي؟ ايوه، من بعد ما اتعمل لها بص بصراحه بقت ايه ده؟ منين؟ فين؟ ازاي؟ ليه؟ جنب ال راح شمال، راح شمال، راح شمال، راح شمال. فين يا نجم؟ انا مش شايف. فوق فوق فوق. نط. ترجت. بس سيبوا لي بقى كده. تعالي. ده لي عمر، تعالي. Nothing to see here. Nothing to see. Nothing. ها؟ اجوا منين؟ انا اللي راميها. ايه عصاك فوق. كالكوليتد كالكوليتد. مات تقريبا تحت. بص مش عارف. في واحد هنا. ما اللي بيحصل؟ معايا ليك سيلفر فايب. ها؟ اعتقد ان تحت ده اخر واحد. تيم وايب. حد ولا ايه؟ انا طالع بيكح لسه. انا بلوغ اختان، انا بلوغ اختان. روح. اوه وات ذا هيك. في ايه اللي حصل؟ الاكسكيوشن الاكسكيوشن كان جامد قوي. ها اعمله بقى، اعمله بقى وتعالى اتفرج عليه. ثواني ايوه ايه ده؟ بسرعه بسرعه. ايه اعمل اكسكيوشن اللي صح. ها بص بص، لا مش دي مش دي مش دي التانية. رمى السكينة، ايه القلش ده؟ هو
هو في واحد تاني اهو واحد تاني اهو ما فهمش تقولك انا نفسه؟ مش وقته ما حبيتش اقلد نينجا بصراحه في في وسط الضحك بس ضاع على فكره في الحمد لله الحمد لله قدر ولطف قدر ولطف ماتوا ماتوا ممكن بقى اجيب سلاحي يعني استسمحكم بقى اجيب اسلحتي ايه من الناس دي والله فاهم مش عارف اشيك بردك ليه جواها عرفت نجيب السنايبر ولا ايه ولا نجيب السنايبر لا لا انا هجيب رايفل بصراحه مش وقت سنايبر خالص اندر استنبول الهابا جريد دي انا عايز شوب انا نفسي في شوب يعني اخش بقى ايه اصرف كده وبزخ كده وعارف انت خد انت خد انت لبسنا لا معايا 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 في سمع صوت ده فين؟ منين؟ ليه؟ ازاي؟ عند البتاع دوت مين اللي رمى سموك؟ مين اللي رمى سموك؟ مين اللي رمى سموك؟ ما خبرش مش انا انا فوق مش عايز انط بعد وقع قول لي طب عمو في اطفال بسنايبر وخذوا حذركم اوكي انا عندي في اشاره المرور اوكي هو بص هو في حته هنا بس انا مش شايفه اشاره المرور بتقول لينا انت بقى انا في كبر تقريبا ولا هيبوش عليا بس اسمه كده انا ما بشش عليك تلاش انا طالع لكم واحده مش وان هيت خد السيلفر فايف دي معايا 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 خدها معاك معاك خد هنا والولا جابني بطلقه واحده بالسنايبر ازاي انا مش فاهم هيت شوت مفيش اكس دي ايه اوكي ماشي بس المفروض مفيش هيت شوت بتوقع دلوقتي ايه ده مش عايز يريفك الو مش هتعرف تسوي اديني فرصه رايفك طيب معاك ارمورات عشان نايس لمرايا بس الموضوع معيش معايا ارمورات واحده بس اتفضل يا اسطى اوكي غالبا هقول لك على حاجه ما اعرفش ممكن هو هو واحد بس يقدر الو ايه ده؟ لا وقفت وش ريكونكت مع عندي انا كنت عمال بترجع لورا ماشي 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 حضر كل نقطة بسرعة enemy re-secured their network it's over هبليت سيف لحد ما انت تيجي نجرب بقى الريكونكت اللي احنا ما بيشتغلش ده عرفت تعمل ريكو لسه اوكي جوني جيم سيشن اهو مستني فيها 40 ثانية دي خلي بالك تايمز اب كونتراكت فيلد ايه ده انا فين
انت رجعت؟ اللي بيحصل؟ اوكي طب خد دي. صدقني عندي خربان. جاي لك. وانا مت ازاي؟ فصلت وبعدين بدات ترجع جوه الزون. فالبتاع كان كوميدي جدا يعني. انا جبت لك البيست معايا. جاي لك جاي لك. انت لو بتشوف الروم معايا يبقى كويس. انا مش من ناحية البحر بصراحة. انتوا فين في العمارة قاعدين ولا ايه؟ لا انا جبت لك يو في جبت الاسماعيلي اونلاين. اوكي الولا فوق الولا فوق الولا فوق. طب رجروب معايا. انا مش جنبك على فكره، مش انا اللي جنبك. انا من رايي رجروب معايا انا. وصل ده بقى من مين ده؟ طب حلو ده. طب ما انت عندك مايك وجميل اهو. جالك يا ابو عم. ايوه الجروب معايا عشان المنطقه هنا حلوه وجميله. العمار فيها حد. ها واحد هنا. بص في تيم 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 تيم. الاثنين ماتوا. لو تيجي عندي هسقط لك شويه حاجات لو انت عايز. لا اعمل لوتهم واخد امراتهم بس وجايلك. اوكي فاضل 8 فاضل 5. في فيست عندي هنا لو عايز. وفي تعالوا خش في حياتي اطلع الاس ام جي معايا معايا معايا. اطلع الاس ام جي ان ارمي الاقيهم راجع لي تاني. طب امال انا رميتك ليه يعني؟ المنطق بتاعكم انا رميته ليه؟ على العماير 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 العماير. اوكي فاضل 7. اوكي طنش. انا شايف حد. هو اتضرب هيت مارك. ها معيش اي انابل. لو معاك اي انابل اواف والنص. طب استنى فاعل بيبوش من ورانا. اتنين جابوا لك في السموك. الاتنين جابوا لك في السموك. الاخير بتاعهم كان هنا برضو اعتقد في المية. ايه افنش ايه ده؟ I like it. لازم اعمل لك ريكون عارف انت ديسكونكت عشان اعرف اجيب كلات. يس ماشي ماشي ماشي. يس كوميديا عارف انت لو ديسكونكت ترجع تجيب كلات برضه اللي هو ايه ده؟ انا في فينش عجبني قوي. رميت السكينه في سقف حلق الواد. كانت حاجه جميله جدا يعني.